قضيت على كتب كتيرة وصور وحاجات زي دي، بس النتائج الموجودة ولا مية. يعني نقعد ناخد النهاردة امضاءات والعظة الأسبوع الجاي بقى إن شاء الله مش هيحصل. فأرجو يبقوا يسيبوا لي الحاجات دي في المقر أمضيها هناك وتتاخد، أو يوم قبل أيام المحاضرة، لكن ما نضيعش وقت الاجتماع كله في الإمضاءات. نجاوب شوية أسئلة. واحد بيقول هل الأخوة يتقاسمون تركة أبوهم بالتساوي حتى لو كان من بينهم أخ أقرب إلى السذاجة، ولا سيما إن التركة عبارة عن محل تجاري، فهل يأخذ مثلهم؟ قانون المواريث قانون للدولة، يعني الناس ملتزمين بقانون الدولة. لما يجي المجلس الحسبي يوزع، هيوزع بناء على قانون الدولة. دي أول نقطة. مش هيقول في قانون الدولة ده فلان ده ساذج وده مش ساذج، دي أمور ما يخشش فيها القانون، إلا لو حكم على إنسان بأنه يعني مش في قواه العقلية أو غيره، يبقى يحجروا عليه، ده موضوع آخر. لكن التركة تتوزع بالتساوي، ده حسب القانون. إذا كان الأب عايز نظام معين يقدر يعمل النظام المعين ده قبل وفاته بتسجيل رسمي في الشهر العقاري، ويبقوا ملتزمين بالتسجيل بتاع الشهر العقاري. برضو ده شيء قانون دولة، ما اسموش ميراث، لأن كأن حاجة بيع وشراء قبل ما يموت. الأخ ده اللي ساذج يعني مش معناها إنه يظلم من أجل سذاجته. ما هو علاج الغيرة في أصحاب المهن الواحدة؟ الغيرة يحكمها الإتقان. ناس في مهن واحدة، الذي يتقن المهنة أكتر من غيره هو اللي يكسب ويمشي، مهما كان التاني بيغير منه. كيف يمكن في المهنة الواحدة جذب الآخرين؟ جذب الآخرين، أنا دايما بقول في أمور الصناعة أو أمور التعامل مع الجماهير في أي نوع من الأنواع، وخصوصا الناس أصحاب المهن دي، زي مثلا واحد نجار، واحد بنا، واحد سباك، واحد صنايعي في أي صنعة من الصنايع، واحد مقاول، واحد أي حاجة. في قواعد معينة، قاعدة منها جودة العمل. جودة العمل يعني العمل الجيد المنتج بطريقة سليمة ينبسط منها الناس. جودة العمل دي حاجة. تاني حاجة صدق ودقة المواعيد. في واحد يقول لك يعمل لك الحكاية دي في شهر، ويعملها لك في 7-8 أشهر، وكل مرة يقول لك طيب أصلا ظروفي، أصل كذا، أصل كذا، ما تنفعش الحكاية دي. يبقى جودة العمل معاها دقة المواعيد. تالت حاجة معقولية الأسعار. يعني في واحد دقيق في مواعيده وعمله جيد، لكن سعره ما يمشيش، في غيره ينتصر عليه في السعر. رابع حاجة لطف المعاملة. في ناس صناعية خشنين مطربين،
إلى آخره. إذا وجدت هذه والذمة طبعا والذمة، إذا وجدت هذه المعايير والمقاييس صاحب المهنة أو صاحب الصنعة ينجح فيها. كلام مظبوط، ميعاد دقيق، سعر معقول، أداء جيد، معاملة لطيفة، كلمة حلوة، بالشكل ده تمر. أما الغيرة فمش مسألة غيرة بقى، الناس عايزين الحاجة اللي ينبسطوا منها، فمش مسائل غيرة. واحد بيقول أنا تاجر أدوات صحية، أعطي الكنيسة البضاعة بأصل ثمنها، فهل يعتبر مكسبي الذي لم أخذه من العشور؟ لا، أنت بتدي العشور من مكسبك، فإذا كنت مكسبتش حاجة يبقى هتدي عشور إيه؟ كفاية عشورك هو تنازلك عن المكسب. ده لو كلامك مظبوط ان باصل تمن. بقول الكلام ده ليه؟ انا فاكر وانا شاب صغير كان بيجوا ناس يعرضوا حاجات للبيع، فيجي راجل يقول التمن 20، يجادل الواحد معاه يحلف بأبوه وأمه وحماته ومراته وكله إن ده واقع عليا بكذا وأنا خسران فيه، وينتهي الأمر إن يبيعه ب15 وهو بيقول إنه خسران فيه بال18. فكلام الناس يعني الناس يقولوا زي ما يقولوا. الأخ ده بعت لي كام 5 6 أسئلة، واحد بيقول أحب الموسيقى والأغاني وأحب الترانيم والألحان، فهل هذا خطأ؟ كلمة أحب الموسيقى والأغاني كلمة عايمة. أي نوع من الموسيقى بتحبه وأي نوع من الأغاني بتحبه؟ إن كنت بتحب أغاني من النوع الشهواني أو النوع الرديء أو الانفعالي أو حاجات زي كده يبقى غلط طبعا. والموسيقى أي أثر من الموسيقى بيكون في نفسك، يعني بيقال عن بيتهوفن الموسيقي الشهير ان كان يعمل لحن يخلي اللي قصاده ينفعل ويتنرفز، بنفس اللحن يخليه يهدى ويسكت، لحن يخليه يضحك، لحن يخليه يبكي، لحن يخليه ينبسط. في موسيقى عسكرية تخلي الإنسان مشاعره تتقد وتدخله الروح الجدية والحربية. كل موسيقى لها تأثير، فلما نتكلم على الموسيقى لابد نتكلم على تأثير الموسيقى. تأثير الموسيقى دي في نفسك إيه؟ يعني تحب أغاني تسرح بيك وتلاقي نفسك في حالة تانية، ده مش كويس. ومع ذلك الموسيقى الكنسية أكثر عمقا وأعلى مستوى. ده ساعات موسيقى العالم بتبقى زي تزعيق، زي الأستاذ رغبة بيسميها شوتنج، يعني ناس بيصيحوا وبس كده. أنا يهمني قلبك يكون مع ربنا، ولما قلبك يكون مع ربنا هيعرف ينقي اللي يربطه بربنا مش يربطه بالعالم.
واحد بيقول ما رأي قداستكم في كاهن قال في عزته أنا أفضل من ملاك بدليل إني بتحكم في ملاك الذبيحة؟ غالبا بيقولها نكتة يعني. فهو بيقولها نكتة، قل له النكتة دي ولا مؤاخذة يعني، نكتة كذا. واحد يقول أنا أفضل من ملاك، والكاهن مش بيتحكم في ملاك الذبيحة. لا، كنا ان احنا بنقول الملاك بيصرف ملاك الكاهن بيصرف ملاك الذبيحة، مش معناه ان له الامر والنهي وبيتحكم في الملائكة. لا، معناها نوع من الرجاء اللي فيكو بيدرس الادب العربي حتى وعلم البيان والبديع، بيجد ان فعل الامر قد يخرج عن معناه الاصلي الى شيء تاني. فانت مثلا لما تقول يا رب اعطني كذا، اعطي ده فعل امر، لكن بيخرج الى التوسل. لما تقول له اغفر لي يا رب خطيتي في اللغة العربية، اغفر فعل امر، لكن خرج عن معناه الاصلي بتاع الامر الى التوسل. في كتير من الأساليب لا تؤخذ بمعناها الحرفي، فما فيش ملاك، ما فيش كاهن بيؤمر الملاك، إنما بيستأذن الملاك، بيرجو الملاك. لكن يؤمره يعني، هو في منصب عالي بيؤمر واحد اوطى منه. الكاهن ده يحتاج يتواضع شوية ولا يعثر الشعب بألفاظه. واحد بيقول أريد أن أعرف لماذا لم يذكر اسم القديس يوسف النجار في احتفالات أو عيد له. لا بيذكر، بس أنت مش واخد بالك. بيقول لماذا لا تبنى كنائس على اسمه؟ في كنائس على اسمه. بيقول قال الكتاب عن الغني الغبي اليوم تؤخذ نفسك منك، هل معنى هذا ان نفس الانسان هي التي ستصعد الى الخالق ام الروح؟ كلمة نفس احيانا تطلق على النفس الجسدية، واحيانا تطلق على الروح، واحيانا تطلق على الانسان كله مرة واحدة. فلما يقول عدد النفوس التي كانت في الفلك تأتمن أنفس خلصت بالماء، كلمة نفس هنا يعني الإنسان كله. لما ملكي لما ملك سادوم قال لإبراهيم اعطني بعد ما كسب الحرب اعطني الأنفس وخد انت الاملاك، ما يقولش اعطيني الانفس يعني هيطلع ارواح الناس، يعني اعطيني الناس كلمة. فدي النفس تطلق على الانسان كله، واحيانا كلمة النفس تطلق على الروح زي هذا المثل، وزي مثلا لما اقول لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولا يستطيعون أن يفعلوا أكثر، بل خافوا من الذي يستطيع أن يلقي الجسد والنفس كليهما في جهنم. يعني النفس يعني الروح، كلمة النفس هنا يعني الروح. تؤخذ نفسك منك يعني تؤخذ روحك منك.
أنا إن شاء الله هطلع لكم كتاب عن مصطلحات الكتاب المقدس، وفي حكاية النفس دي. واحد بيقول يعني نفسه يسلم عليا ومش عارف يعمل ايه. لا، في حاجات كتير تقدر تعملها. يعني اول حاجة تعملها انك ما تجيش في الزحمة وتقول اسلم في الزحمة. ومع ذلك قبل ما نخش هذا الاجتماع ناس كتير كانوا بره وسلمت عليهم واحد واحد وواحدة واحدة. فانت اختار المكان المعقول والوقت المعقول. وبرضو هناك في المقر ناس كتير بسلم عليهم على باب المقر. اختار الوقت المناسب، لكن ما تجيش في اجتماع فيه عدة آلاف من الناس وتقول عايز اسلم. طب وانا خارج برضو في ناس بسلم عليهم بره. اصل هو بقى يعني مش من القاهرة، فعذره انه مش متغرب، مش عارف الظروف هنا. واحد بيقول ما هو رأي قداستكم في بعض الشباب الذين يلبسون تنية الشماس وهم غير مرشومين على يد الأب الأسقف، ولكن بمعرفة الأب الكاهن واحتياجه إليهم في الصلاة، وذلك نظرا لبعد المكان عن المطرانية أو عدم إتاحة الفرصة، ولكن بتحليل من أبونا. ما هو الشماس ما بيقدرش يلبس التونية غير لما الكاهن يرشمها له، فبيرشمها له، لكن هو مش مرسوم، هو يعني تجاوز من الكاهن للضرورة والاحتياج. لكن الوضع السليم ان هذا الكاهن يطلب من الاب الاسقف ان يرسم له البعض شمامسة في زيارة ليه للكنيسة، او ياخد البعض ويروح هناك المطرانية يترسمه بدل ما يمشي غلط. واحد بيقول إذا كان موسى النبي تزوج أكثر من زوجة فلماذا يقول من غلاظة قلوبكم تعددت الزوجات؟ هو الأخ ده هبط عليه الوحي فجاب آية مش مكتوبة. ربنا ما قالش من غلاظة قلوبكم تعدد الزوجات، ده قال من غلاظة قلوبكم أو من قساوة قلوبكم سمح لكم موسى بالطلاق، مش بتعدد الزوجات. ودي موجودة في متى 19 وفي مرقس إصحاح 10. فسمح ليهم بالطلاق علشان الراجل إذا كان منكاد من المرأة ومتضايق ومش قادر يطلقها ممكن يقتلها، أو ممكن يلطش فيها كل ما يقابلها يسلم عليها تسليمة صعبة. فقال من قساوة قلوبكم سمح ليكم بالطلاق. كون إنه يخرجها ويديها كتاب طلاق أحسن ما يموتها، لكن ما قالش تعدد الزوجات من أجل قساوة قلوبكم، لا دي ما حصلش. موسى تزوج وبعدين اتخذ امرأة كوشية كما ورد في سفر العدد الصح 12 آية 1. وكانت المرأة الكوشية اللي تزوجها موسى رمزا لقبول الأمم، مع ان ربنا كان منع الزواج من الغريبات، كانت رمز لقبول الأمم. ولذلك لما تقول هارون ومريم على موسى في هذه المناسبة ربنا دفع عنه، لأن كان الزواج ده رمز
كانش من أجل غلاظة القلوب، واحد بيقول قال الله فحصت قلب داود فوجدت مثل قلبي، هو مش مثل قلبي، برضو الناس بيغيروا، فوجدت حسب قلبي. حسب قلبي يعني حسب مشيئتي، لأن داود لم يحدث أبدا أنه ابتعد عن الله إطلاقا من جهة العبادة. صحيح من جهة الضعف البشري وقع في بعض الخطايا، لكن ظل أمينا لله من جهة العبادة. عشان كده قيل على سليمان الحكيم ولم يكن قلبه كاملا أمام الله مثل قلب داود أبيه من جهة العبادة، لكن ما قالش قلبه مثل قلبي، ما فيش حد قلبه زي قلب ربنا. وبعدين بيقول لماذا يسمى القديس يوحنا فم الذهب؟ هي ذهبية الفم أحسن من فم الذهب، لأن الذهب ليس له فم، لكن هو ذهبي الفم، يعني فمه ذهب. دي من جمال عظاته وعمق تفسيره للكتاب المقدس، ادوله اللقب ده. واحد بيقول كتب في سفر التكوين ان اولاد الله تزوجوا من بنات الناس وأنجبوا الجبابرة، من هم أولاد الله ومن هم بنات الناس ومن هم الجبابرة؟ أولاد الله هم أولاد شيث ابن آدم وحواء الذي ولد لهما بعد مقتل هابيل، ولذلك قيل في الكتاب أن ولد لهم شيث، وشيث ولد أنوش، ومن ذلك الحين ابتدأ يدعى باسم الله، يعني ينتسبوا إلى ربنا، فسموهم أولاد الله. وبنات الناس هم بنات قايين اللي قتل أخاه هابيل، فاللي حصل إن النسل المقدس اللي هو أولاد شيث اختلط بالنسل الخاطئ أولاد قايين وخلفوا الجبابرة، يعني الناس اللي خلفوهم كانوا جبابرة بأس. ومع ذلك هؤلاء وأولئك كلهم غرقهم الطوفان ولم يبق إلا نوح وأسرته. واحد بيقول إنني أعمل بهيئة الآثار وقد أوفدتني الهيئة لأرافق معرض للآثار المصرية يقام في المدن اليابانية لمدة عامين، وكانت مدة إقامتي في اليابان أسبوعان، وأثناء وجودي باليابان لم أرى كنائس أرثوذكسية بالمرة، وتعجبت لذلك بالرغم أن كنيسة ماري مرقس الرسول قد أسست كنائس كثيرة في كل قارات العالم. لا، النقطة الأخيرة دي يعني افتخار قبطي ليس في موضعه. كنيسة ماري مرقس لم تؤسس كنائس كثيرة في كل قارات العالم، لا حصلش. ونحن في القرن 21 وحتى الآن نرى 120 مليون أغلبهم بوذيين يعبدون بوذا الآخر ويبخرون له كإله، رغم أن أخلاق اليابانيين ممتازة وأفضل من كثيرين، والتكنولوجيا والصناعة صارت. ألا يدفعنا هذا لغزو هذه البلاد العظيمة؟ كلمة غزو دي صعبة شوي، قل للتبشير للكرازة، لكن غزو احنا مش بنغزو. وغيرها من شرق آسيا مثل الصين إلى آخر. إني لا أشك في حكمة قداستكم بطريق الانتشار المسيحي. شوف يا حبيبي، احنا ما بنقدرش نأسس كنائس غير لما يكون لينا شعب
يعني في الأول يوجد لنا شعب، وبعدين الشعب تؤسس له كنيسة، لكن نروح نبني كنيسة وما فيش حد يخشها، كلام مش معقول. إذن تأسيس الكنائس تسبقه الكرازة. ولكي يكرز في بلاد زي اليابان مفروض الناس يتعلموا اللغة اليابانية، وبعدين يكون لهم إقامة هناك. يعني المسألة مش مسائل غزو، احنا نعمل اللي نقدر عليه، نقدر اللي نعمل عليه. وفي آية كويسة قالها السيد المسيح لتلاميذه بعد القيامة وقبل أن يصعد خلال 40 يوما، قال لهم ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وحينئذ تكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية وفي السامرة وإلى أقصى الأرض. في الأول في أورشليم، وفعلا ابتدوا في أورشليم، وبعدين في كل اليهودية، وبعدين في السامرة، وبعدين في أقصى الأرض. أنت عايزنا نوصل لأقصى الأرض قبل ما نكمل خدمتنا في أورشليم اللي هي بلادنا، ونتدرج شوية بشوية. ربنا يساعد. يعني إذا كنت أنت متحمس ادرس اللغة اليابانية ونبعتك وتروح، وربنا يساعد. واحد بيقول أنا متزوج وزوجتي حامل وعلى وش ولادة، وقد تم معرفة الجنين إن ولد، ألف مبروك. بيقول وقد اشترت زوجتي شريط فيديو من أمام كنيسة الأمبرويس الأثرية عن قديس كاثوليكي اسمه مارسيلينو. هما بيبيعوا هنا في قصاد كنيسة الأمبرويس مارسيلينو ده، وهي مصممة أن تسمي ابننا بهذا الاسم، وأنا أرفض لأنه ليس من قديس الكنيسة الأرثوذكسية، وهي حاضرة معي اليوم، وهي تقول إزاي الشريط إحنا شارينه في اجتماع البابا. لا، في اجتماع البابا ما فيش أشرطها، كنا اشتريتوه من بره من خارج الاجتماع، دي حاجة تانية، وأنا هحقق في الموضوع ده واشوف ايه اللي بيعملوه هنا وايه اللي بيبيعوه. الظاهر يعني بيشتغلوا من ورانا. شوفوا لنا حكاية مارسيلينو دي. في شخصيات لها قيمة في التاريخ، لكن مش معنى كده الناس يتسموا بيها. يعني افرض مراتك اعجبت بروزفلت مثلا او جورج واشنطن، تسمي ابنها جورج واشنطن او روزفلت؟ الاعجاب شيء والتسميه شيء، فبرضه اصول انكم تسموا ابنكم اسم بتاع ربنا ومن قديس الكنيسة ممكن، أو من الناس الأبرار الطيبين ممكن. وبعدين مراته بتقول إحنا شارينه من اجتماع البابا، وكل ما يباع بالكاتدرائية أرثوذكسي. مفيش حاجة بتباع في الكاتدرائية، مفيش حاجة بتباع في الكاتدرائية، دي اتباعت بره، وبره دي احنا ما فتشناش عليه. احنا احسن نهدي السيدة زوجتك شريط بتاع قديس من القديسين، يكون كويس وتنبسط منه وتبطل المرسلينية دي اللي هي فيه.
شوفوا لنا الحكايه دي بيعملوا ايه من ورانا دول الناس دول. يا ابني دي مش غلطة زوجتك، دي غلطتي انا، ان انا ما اني لم اشرف اشرافا دقيقا على كل شيء، وما اقدرش اقول ما كنتش اعرف، لان المثل الشاعر بيقول ان كنت لا تدري فتلك مصيبة، او كنت تدري فالمصيبة اعظم. النقطة اللي عايز أقولها آخر تعليق على السؤال ده، يعني كلمة زوجتك مصممة، يعني أرجو من زوجتك وهي موجودة في الاجتماع إنها بلاش تصمم، لأن ما دام ابن والابن ده ابن للزوج وابن للزوجة، يبقى لابد في اتفاق مشترك على التسمية. ما فيش واحد يصمم رغم عدم موافقة الآخر، يكون كل شيء بموافقة، لأن الشيء اللي بموافقة يبقى بالسلام. وما تختلفوش على تسمية الجنين قبل أن يولد، لأن الاختلاف ده يؤثر على الدم اللي بيتغذى به الجنين. ما دام في خلاف ونرفزة وكلام وعصبية، دي الواد يتأثر. كفاية كده. لو تقابلت هناك، ماذا لو تقابلت هناك مع من لا أعرفه أو حتى لم أسمع عنه أو أقرأ عنه تماما في الدنيا، هل سأتعرف عليه؟ طبعا في ملايين أنت ما تكونش عرفته. ربنا هيكلف أحد الملائكة ياخدك من إيدك كده ويقول لك ده الأنبا أنطونيوس، ده الأنبا بولا، ده أنبا كراس، ده أنبا بيجيمي، ويكلمك عن الرعاة، ويكلمك عن الناس الكويسين والمحسنين والطيبين. وجايز حفلة التعارف دي تاخد مدة طويلة يعني، فطول بالك، وإن قابلت حد ما تعرفوش اسأل عليه. واحد أمين، كنت قد وعدتكم في الأسبوع الماضي أني أكلمكم عن بعض شخصيات الكتاب المقدس. أريد أن أتكلم هذه الليلة عن أبينا إبراهيم ودعوته. دعوة أبينا إبراهيم في تكوين إصحاح 12، في يوم من الأيام وإبراهيم ماشي لقى ربنا كلمه ودعاه. كويس إن هو ميز صوت الله، ربما لأن صوت الله له قوته وله جاذبيته وله تأثيره الشخصي في النفس. إبراهيم ده له أهمية خاصة أذكرها في بعض أسباب. أول حاجة هو الشخصية التي تجتمع حولها ثلاث ديانات، اليهودية والمسيحية والإسلام، كلهم يوقرون أبانا إبراهيم. ثانيا، كان إبراهيم موضع افتخار اليهود
قديما ولا زال يفتخرون به، لدرجة ان وبخهم يوحنا المعمدان وقال لهم لا تفتخروا بأن لكم إبراهيم أبا، الله قادر أن يقيم من الحجارة أولاد لإبراهيم. ثالثا، إبراهيم تكلم الكتاب وتتكلم طقوس الكنيسة على أن الأبرار يذهبون إلى أحضان إبراهيم كما قيل في قصة غني لعازر، انه شاف لعازر المسكين في حضن ابراهيم، حملته الملائكة الى حضن ابراهيم. رابعا، ربنا كان يتسمى احيانا باسم بهذا الاسم، يقول انا اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب. اشمعنى يعني ابراهيم ان ربنا يعني ينسب اسمه اليه يعني؟ خامسا، السيد المسيح جاء من نسل ابراهيم كما ورد في الاصحاح الاول من متى في سلسلة الانساب انه ابن داود ابن ابراهيم. سادسا، إبراهيم هو أول من غير الله اسمه، كان اسمه إبرام سماه إبراهيم، وكلمة إبراهيم يعني أب جمهور، يعني جمهور المؤمنين. نقطة أخرى، إن بولس الرسول تحدث عن إيمان إبراهيم فقال في غلاطية 3:7 الذين هم من الإيمان هم أبناء إبراهيم، فأصبح إبراهيم بهذا الأمر رمزا للإيمان، كل من هو في الإيمان يعتبر ابنا لإبراهيم. سابعا ولا ثامنا، مش عارف وصلت لحد فين، إبراهيم وعده الله بأن تتبارك فيه جميع قبائل الأرض، تتبارك فيه جميع قبائل الأرض، يكون سبب بركة للعالم كله. نقطة أخرى نقولها، أن ربنا يسوع المسيح لما لاموه على دخول بيت زكة العشار، وانه قال اليوم حدث خلاص لأهل هذا البيت، أليس هو أيضا ابنا لإبراهيم؟ يعني اعتبر مما يؤهله للشفقة عليه والاهتمام به انه من أبناء إبراهيم. وهكذا كان إبراهيم له كل هذه الأهمية. دعاه ربنا وهو في سن 75، زمان كانوا بيعيشوا كتير يعني. دعاه في سن 75، ونلاحظ أن حياة إبراهيم قبل هذه الدعوة لم يكن لها أي أهمية، ولم تذكر في الكتاب، ذكرت حياته من أول ما دعاها الله، وقبل كده كأن ما فيش. يعني دي التأمل عجيب بالنسبة لنا، يعني حياتنا إحنا شخصيا تبتدي من أول ما ربنا يدعونا زي إبراهيم. نقطة،
كأن السنوات الماضية دي كأنها محذوفة، كأنها مجهولة، لا نعلم عنها شيئا. هو ولد في بلدة أور ما بين النهرين دجلة والفرات في الجنوب. حياته في أور لا نعرف عنها شيئا، تاريخه قبل دعوة الله لا نعرف عنه شيئا. في ناس تبدأ حياتهم منذ أن صارت لهم صلة بالله، يعني مثلا بولس الرسول لم يذكر الكتاب شيئا عن حياته إلا منذ أن ظهر له السيد المسيح في طريق دمشق ودعاه. قبل كده كان مضطهد للكنيسة، مع أن بولس قال عن نفسه أنه دعاه الله وهو في بطن أمه، لكن لأنه لم يسر في طريق الدعوة كما ينبغي، كانت دعوة من جانب واحد من جانب الله ولم تكن له مشاركة. إيه نوع الدعوة دي اللي جات لأبينا إبراهيم؟ قال له اخرج من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك واذهب إلى الجبل الذي أريك، إلى الأرض التي أريك. اخرج من البيئة الفاسدة الوثنية المتعبة اللي تضيعك، تعال معايا في المكان الذي أختاره أنا. دي تدينا عزة كويسة إن ربنا بيختار المكان. ساعات في ناس من الآباء الكهنة يحب يترسم في مكان معين وإلا بلاش، لا، ربنا هو اللي بيختار المكان، يقول له اذهب إلى الأرض التي أريك. وأيضا حدد أمكنة معينة تكون له. احنا نشكر الله ان بلادنا مصر كانت من بين هذه الأمكنة كما ورد في أشعية 19:19: في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود للرب عند تخمها فيعرف الرب في مصر. ربنا بيختار أمكنة. جميل أيضا في مقابلة ربنا للتلاميذ أنه قال للمريمات، قال لهم قولوا لإخوتي أن يمضوا إلى الجليل، هناك يرونني. هناك إيه؟ يرونني. طب ما ممكن يروك في أي حتة، لكن ربنا حدد مكان معين. ربما من ضمن الأمكنة التي يحددها الله مكان يختلي فيه مع الناس، يقدر يحبهم ويحبوه في جو صالح. ربنا كلم موسى اختار المكان بنفسه، خدوا على الجبل وقعد معها 40 يوم، هما الاثنين لوحدهم. جميلة عبارة في النشيد بتقول هناك أريك حب، تعال يا حبيبي نذهب إلى القرى نهتم بالحقول ونرى كذا وكذا، هناك أريك حب. ربنا هيورينا حبه في أماكن معينة هو بيختارها. جايز تكون الدعوة الإلهية اللي تيجي الواحد في خدمة كبيرة، في كهنوت، في كذا في كذا في كذا، وجايز تكون مجرد مكان. الدعوة تقول له إيه؟ كفاكم قعودا بهذا الجبل، سيبكوا الحتة دي وتعالوا ورايا، هناك أريكم حب.
قال له يترك البيئة الوحشة، يترك المعاشرات الردية اللي موجودة في أور، بلد كبيرة وحضارة ضخمة لكن وثنية. الترك ده لازم زي ما قال في المزمور: طوبى للإنسان الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. في أماكن لازم يتركها. فربنا قال له عايزين نتفق مع بعض ونعيش مع بعض، اترك الحتة اللي انت فيها وتعال معايا في المكان اللي أقولك عليه ونتفهم. لوط اختار مكان رديء، هو السدوم. ربنا ما كانش ممجد هناك، ولذلك قيل ان هذا البار كانت نفس البارة تعذب كل يوم بمناظر الناس الأشرار. كان لابد أن يعتزل عن أهل الأرض، عن الوثنية الموجودة فيهم. سليمان لأنه لم يعتزل عن الغريبات وقع في خطية في آخر أيامه. شمشون لأنه لم يعتزل عن الخاطئات ضيع نفسه في أواخر أيامه، لولا أن ربنا أنقذ هذين. اترك أهلك وعشيرتك وبيت أبيك واذهب إلى الأرض التي أريك. كانت دعوة لترك البيئة وترك العواطف العائلية، عشيرتك وبيت أبيك. العجيب أن إبراهيم لما خرج أخذ معاه أبوه وابن أخيه لوط، وما استطاعش يستريح غير لما تخلص من الاثنين دول. هتيجي بعدين. نعتبر خروج أبينا إبراهيم أول هجرة بمشيئة الله. يا ما ناس بيهاجروا، وجايز بيهاجروا من أجل يعني انهم يفتكروا ان ده كويس ليهم، ان منفعة ليهم، ان حياة افضل الى اخره. لكن ابراهيم كانت هجرته اولا بامر من الله وبمشيئة من الله، فكانت هجرة مقدسة. ثانيا هاجر بدون أي منفعة شخصية في قلبه أو أي مكسب، ما يعرف. ثالثا هاجر كما يقول سفر العبرانيين وهو لا يعلم إلى أين يذهب. يا ربنا قال له سيبه تعالى معي، فين؟ ما قالوش فين، إلا الأرض التي أريك. أي أرض؟ ما قالوش. العجب ده، أطاع وهو لا يعلم إلى أين يذهب دون أن تكون هناك شهوة في قلبه من جهة المكان الذي يذهب إليه. كل ما في الأمر إن الله دعاه لكي يعبد الرب بعيدا. دي تذكرنا بهجرة رفقة لكي تكون زوجة لإسحاق لما جه لعازر الدمشقي وخطبها لإسحاق، وهي مع أبيها لابان بعيد، فقالوا لها تروحي، قالت أروح، وهاجرت رفقة إلى حيث يوجد إسحاق. ودي أيضا هجرة كل عروس إلى عريسها، زي ما بيقول الكتاب: اسمعي يا ابنتي وانظري وأميلي سمعك، أميلي أذنك، وانسي شعبك وبيت أبيك. مش كل عروسة بتنسى شعبها وبيت أبيها،
كل ما تون تقول اروح عند ماما، اروح عند بابا. ماما ايه وبابا ايه؟ ده بيقولك انسي شعبك وبيت ابيك، هجرة الى بيت العريس. تمام، زي هجرة الكنيسة من متع العالم الى الحياة مع الله، تماما زي حياة الرهبنة حيث هاجر القديسون من المدن والريف والمتع والمناظر إلى الصحراء والبرية. هجرة، هجرة مقدسة كنوع من التكريس، أيضا كنوع من حياة الغربة التي يحياها الإنسان بعيدا عن الأهل والأقارب وبيت أبيه وعشيرته عشان يعيش مع ربنا. رمز للبعد عن المتع والعواطف البشرية، أو رمز لتنفيذ الدعوة الإلهية ومشيئة الله. اذهب إلى الأرض التي أريك، يعني إيه؟ في واحد زي توما، إن ما كنتش أحط إيدي على الجرح ما أؤمنش. يعني إيه؟ اذهب للحتة اللي أقولك عليها، حتة إيه وشروطها إيه وتوافق ولا ما توافقش، وأشوف بعناية وألمس بإيدي وأتأكد بمخي وأقيس الأمر وأوزن، إيه الحكاية؟ لا، قال له الأرض التي أريك ولم يره شيئا. جميل جدا إن الواحد يمشي مع الله إلى المجهول، المجهول في ذهنه لكن المعروف في مشيئة الله الصالحة. لما السيد المسيح قال لبعض التلاميذ هلم اتبعني، قالوا له نتبعك فين؟ ما قالوش. هلم ورائي فأجعلكم صياد الناس، فين؟ ما قالش. اتبعني تبعوه. وأيضا التلاميذ تبعوا الرب وهم لا يعرفون إلى أين يذهبون. ما كانش المسيح ليه مكان إقامة، ما كانش ليه عمل معروف في المجتمع، ما كانش ليه وظيفة رسمية في المجتمع اليهودي، ما كانش من رجال الكهنوت اللاويين، الكهنوت الهاروني، أبدا ما كانش. طب نمشي وراك فين؟ هو ورايا وبس، خلاص نمشي وراك. وهكذا كانت هذه أيضا رمزا لحياة الخيمة التي عاشها إبراهيم، وهي رمز للغربة. الناس لما يبنوا مدن وبيوت ويعيشوا في مدن وبيوت بيستقروا، لكن اللي في الخيمة ده عايش في حياة غربة، ينصبها ويحلها من مكان لآخر، ترمز إلى حياة الغربة. غير أن الله من محبته لأبينا إبراهيم هذه الدعوة اللي مش باينة بالضبط نوعها إيه، كان معها وعد ومعها بركة. وبركة ربما لم يسمعها أحد غير إبراهيم من هذا النوع. أباركك وأبارك مباركيك ولاعنك ألعن، وتكون بركة وبك تتبارك جميع قبائل الأرض. يباركه ويبارك مباركيه ويخليه هو بركة وبه تتبارك. ده كلام جميل وعميق، مفيش حد أخذ بركة زي إبراهيم بهذه الأعماق والشمولية. تكون بركة. في ناس كانوا بركة حيثما حلوا،
مش بس مباركين، هم نفسهم كانوا بركة. مثلما كان إيليا النبي بركة في بيت الأرملة والخير ملى البيت طول مدة المجاعة، ومثلما كان إليشع بركة في بيت الشونمية وأقام ابنها ملمون، ومثلما كان يوسف الصديق بركة في بيت فوتيفار، بل كان بركة أيضا في أرض مصر كلها، ومثلما كانت العائلة المقدسة بركة في مصر. في أشخاص بيبقوا بركة حيثما حلوا، يبقوا بركة. فربنا قال لإبراهيم، قال له وتكون بركة. البركة ربنا استخدمها مع البشرية منذ آدم وحواء، باركهما، وأيام نوح بارك نوح وأولاده، لكن بركة إبراهيم كانت بركة أكبر منكم، لأن إبراهيم أيضا من ضمن النقط اللي نسيت أقولها لكم برضو في أهميته، أنه صار أبا الآباء والأنبياء، ده لقبه كده، أبو الآباء والأنبياء. أشخاص ربنا يباركهم ويعطيهم أن يباركوا غيرهم أيضا، مثل الآباء، كان الأب بيبارك أولاده يعقوب وعيسو، تنافسا على بركة أبيهما إسحاق. يعقوب بارك أولاده كلهم قبل ما يموت، يوسف راح له وطلب منه أن يبارك إفرام ومنسى في بركة ياخدوها من الآباء. ويمكن أول وصية ببركة من هذا النوع كانت الوصية الخامسة، اكرم أباك وأمك فتطول أيامك على الأرض. جايز واحد يقول خدت بركة أبوي وأمي وموت، لا، هو مقصود تطول أيامك على الأرض رمز لأرض الأرض، أرض الأحياء التي تطول فيها الأيام فيعيش في الأبدية مباركا في الأبدية. بركة الكهنة أيضا، البركة التي تحرص الكنيسة أن تعطيها للشعب في نهاية كل اجتماع. المهم، إبراهيم ترك كل شيء لأجل الله، زي ما بيقول سفر الرسالة للعبرانيين إصحاح 11، لما دعي أطاع، ترك كل شيء، ترك أرضه وعشيرته وبيت أبيه، لأنه ليست لنا هنا مدينة باقية. ولازم كل واحد فينا يترك أيضا من أجل ربنا، إذا كان ربنا دعيه أن يعيش معاه يترك، زي ما إبراهيم ترك لازم أنت تترك. أول حاجة يترك خطاياه وعاداته الشريرة بالتوبة، تاني حاجة في الترك العشور والبكور وحقوق الله، حاجة تاني في الترك الصوم، يترك الأكل المشتهيات فترة معينة، حاجة تاني في الترك الوقت، يوم يتركه من الأسبوع يخصصه لربنا هو يوم الرب، وأيضا مواسم الرب، يترك أصدقاء السوء، يترك حتى أهل بيته إن كانوا يبعدونه عن الله، زي ما بيقول الكتاب أعداء الإنسان أهل بيته، إن كان يبقى خلاص، زي ما قال من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحق، إلى آخره.
حياة إبراهيم حياة طويلة ومملوءة بالأحداث وبالفضائل. أريد أن ألخص بشيء بسيط فضائل إبراهيم ويبقى الموضوع يتكمل بعدين. أول فضيلة لأبينا إبراهيم الطاعة والتسليم باستمرار. اترك أهلك وعشيرتك، ترك أهلك وعشيرتك، قدم ابنك إسحاق محرقة، قدم ابن إسحاق أو ذهب ليقدمه أو أطاع في هذا الأمر. الطاعة والتسليم بيتمر في حياة إبراهيم. الترك، ترك الأهل والعشيرة وكله. حياة إبراهيم فيها صفة ثالثة أيضا وهي الكرم، الكرم العجيب. فاتوا عليه ثلاثة في تكوين إصحاح 18، فذبح لهم عجل وقال لمراته اعملي 3 كيلات دقيق واعمليها خبز سميث وقدمي وهات اللبن والجبنة والهيصة دي والسب. ايه الشغلان 3 انفار هياكل عجل؟ ده لو ذبح لهم فروجة كفاية عليهم تتفرج عليهم، لو ذبح لهم معزايا خروف، لكن عجل كرم و3 كيلات دقيق، قدح دقيق كفاية للتلاتة ويزيد، لكن 3 كيلات. لعل أبانا إبراهيم في هذا الكرم كان له هدف آخر فيما يكرم هؤلاء الضيوف الثلاثة، يأكل أيضا الرعاة والخدم والغلمان والمنطقة كلها تفرح وتاكل زي ما الضيوف يأكلوا. لأن ساعات بيحصل عندنا إن يجي ضيف ونكرم الضيف ويبقوا اللي حوالين هنا وهنا بيشتهوا إنهم ياخدوا زي الضيف، مفيش، هو بس الضيف اللي بنزغطه ونسمنه وبقية الموجودين ما بياخدوش. لكن إبراهيم في كرمه أكرم 3 ضيوف والغلمان والخدم والرعاة وكل المنطقة، كرم عجيب. إبراهيم كانت له صفة أخرى وهي التجرد، مستعد يسيب كل حاجة حتى لما اختلف مع لوط، قال له خد اللي انت عايزه وانا هيمش. ايضا من صفاته النخوة والشجاعة. يعني ايه النخوة والشجاعة؟ يعني لما لوط راح سدوم قامت حرب بين 5 ملوك و4 ملوك، وان هزم ملك سدوم في الحرب دي وسبي أهل سدوم ومن ضمنهم لوط. يقول الكتاب قولوا قالوه: ولما علم إبرام أن أخاه لوطا قد سبي جمع رجاله المدربين ولدان بيته 318، وانقسم الناس دول وحارب وانتصر ورد سبي سدوم وخرج لوط من السبي وخرج كل أهل. إيه الشجاعة الجبارة دي؟ مع إنه كان رجل متواضع، يعني لما فاتوا عليه 3 رجالة سجد إلى الأرض ووقف تحت الشجرة يخدم عليه، وما كانش يعرف إن ربنا فيه، لكن بدليل إنه جاب لهم أكل وشرب. ولما أخذ مقبرة من بني حث برضه سجد إلى الأرض، فهو رجل متواضع والتواضع من صفاته. ومع ذلك وقت النخوة راجل، يعني راجل، وقع لوط في السبي جمع رجاله مدربين. ساعات احنا حد من احبائنا يجرى له حاجة بآخر مسكنة، كفاية نقول يا رب، طب ما تعملش اي حاجة، ربنا يدبر،
وانت متعملش حاجة، حاجة كده زي واحد ني يسموه في الفلاحين والصعيدة ني. لكن إبراهيم كان عنده النخوة والشجاعة، وفي نفس الوقت كان إنسان عفيف النفس. قالوا ملك سدوم بعد الانتصار وقال له خد الأملاك والغنائم وكل الحاجات اللي خدتها من الانتصار وسيب لي الأنفس بس. قال له لا، ولا آخذ منك ولا شراك نعل، يعني ولا رباط جزمة، لألا تقول أنا أغنيت إبراهيم. اتفضل خد حاجاتك ومتشكر كتر خيرك. وقت التواضع متواضع ويسجد إلى الأرض، ووقت الشهامة شهم، ووقت عفة النفس عفيف. راجل فيه تمام يعني. وأيضا كان من صفاته الروحانية أنه رجل المذبح. في تكوين 12 في دعوته وكل مكان كان يروح إليه كان يبني مذبحا للرب ويقدم ذبائح. والذبائح دي ما كانوش بياكلوا منها في العهد القديم في أيام قبل موسى، ما كانش فيه أبدا، كان كلها محرقات، يعني تقدم للرب كمحرقة والنار تشتعل فيها لغاية ما تنتهي. كان رجل مذبح، تظهر عبادته في الذبائح التي كان يقدمها، لأن زمان كان هؤلاء الآباء زي نوح وإبراهيم وغيرهم نسميهم الآباء البطاركة. يعني إيه بطاركة؟ باليوناني باتريارك باتريارشيس، يعني رئيس آباء، فهم رؤساء الآباء نوح وإبراهيم وأيوب وغيرهم. كان هو يبقى الأب الأسرة، هو كاهن الأسرة، فكان بيقدم ذبائح. ومع ذلك في صفة أخرى عجيبة تاني، إنه كان يحترم الكهنوت جدا. طب ما أنت كاهن. لا، لكن لما جه ملكي صادق كاهن الله العلي قدم له العشور وأخذ بركته وباركه ملكي صادق. ودي كانت رمز إن كهنوت ملكي صادق أكتر من كهنوت أولاد إبراهيم، كما ذكر بولس الرسول في الرسالة إلى العبرانيين الإصحاح السابع. وأيضا كان رجلا من صفاته الطيبة إنه مش بتاع خصومات، يعني لما حدث اختلاف بين رعاة لوط ورعاته، إبراهيم قال للوط لا تكن مخاصمة بيني وبينك ولا بين رعاتي ورعاتك، وصادك الأرض كلها، كل اللي انت عايزه خده وسيب لي الباقي. دي التجرب برضه. ومن صفاته الطيبة أيضا الشفاعة في غيره، كما شفع في أهل سادوم وقال له يا رب ربما يعني بعض مفاوضات كثيرة تهلك البر مع الأسيم، جايز يكون فيهم شوية أبرار. يمكن أول مثل للشفاعة في الكتاب المقدس هو أبونا إبراهيم في شفاعته في أهل السادوم، إلا لو حسب أيوب أيضا من ضمن هؤلاء. غير أدي كل دي فضائل لأبينا إبراهيم، غير أنه أيضا كانت له بعض نقائص بسيطة وبعض تجارب طبقا للمستوى العالي العالي اللي عايش فيه. مش وقت نتكلم عن دي المره الجايه ان شاء الله. تفضل صح.
الفقر